يرحم، وكل حد بيؤدي واجبه لازم كلنا نهتم به حيا وميتا. في سلسلة المحاكمات والقضايا المرفوعة من الجانبين في حزب الوفد كان النهاردة في حكم ضد دكتور نعمان جمعة. الحكم بيؤكد أن دكتور نعمان جمعة لم يعد رئيسا لحزب الوفد، وده بناء على جمعيات عمومية كثيرة حدثت، وده كان طعن مقدمه محمود أباظة ضد القضايا التي رفعها نعمان جمعة. أيدت محكمة استئناف القاهرة اليوم قرار فصل الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق من رئاسة الحزب. كانت المحكمة قد قضت ببطلان قرار فصل جمعة الذي صدر من الجمعية العمومية للحزب في عام 2006. تأكيدات محمود أباظة على أن الحكم النهائي اصطدمت بتصريحات دفاع نعمان جمعة. المحكمة النهاردة أكدت أن قرار الفصل اللي تم قرار صحيح، وألغت حكم محكمة أول درجة، ورفضت الدعوة العمومية اللي أقامها الدكتور نعمان جمعة. وبكده أنا أعتقد أن أنا أقدر أقول لكل المصريين ولكل الوفديين مبروك، استقرت الأمور داخل الوفد واستقرت المراكز القانونية، والنهاردة ده كان الحكم النهائي والحكم الفيصل ما بين كل الأحكام اللي كانت موجودة. في النهاردة حكمين متعارضين، حكم من أعلى محكمة، أعلى محكمة إدارية والمحكمة الإدارية العليا في 5-7، وحكم النهاردة من الاستئناف العالي. الحكمين دول متناقضين، حكم النهاردة بيناقض حكم 5-7، وده حيطعن عليه بالنقض، وحيبقى فيه شق وقف تنفيذ لوقف تنفيذ هذا الحكم. نعمان جمعة زعيم الوقف. وعقب صدور الحكم هتفت أنصار نعمان جمعة ضد قرار المحكمة، مؤكدين على أن جمعة هو الرئيس الشرعي لحزب الوفد. كان الصراع قد تفجر على رئاسة الحزب منذ يناير عام 2006، حيث قررت اللجنة العليا للحزب إقصاء دكتور نعمان جمعة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وتعيين محمود أباظة بدلا منه، وهو ما أدى إلى تطور الصراع والذي وصل إلى ذروته بأحداث اقتحام الحزب والحريق الذي حدث في أوائل إبريل عام 2006، وهو ما أدى إلى إصابة 17 شخصا، وليدخل بعدها كل من أباظة ونعمان في معركة قضائية طويلة لم تنتهي حتى الآن. قرار المحكمة اليوم تأييد فصل الدكتور نعمان جمعة قد يكون بداية النهاية للصراع الدائر طوال أكثر من عامين في واحدة من أعرق وأقدم الأحزاب المصرية. حسام الدين حسين، 10 مساء. اتكلمنا أول امبارح على مشكلة إسكان أوراسكوم. النهاردة في مشكلة تانية، مش مشكلة إنما تزاحم غير طبيعي على إسكان مبارك. في شقق طرحت للبيع بمقدم 5000 جنيه. الحقيقة المشهد في شارع البحر الأعظم كان مروع، يعني قعد يومين الزحام لا يصدقه عقل. للأسف لما جينا نصور في اليوم الثالث لم نستطع أن نلتقط الصورة الأولى، ولكن الصورة في اليوم الثالث بالرغم من أنها أخف وطأة إلا أن الناس كانوا في حالة من الاستياء تاني لعدم التنظيم وعدم استعداد المكان لاستقبال كل هذه الأعداد التي تأمل وتحلم بأن تحصل على شقة في إسكان مبارك. تزاحم المواطنون من محافظة الجيزة أمام بنك الإسكان والتعمير، وذلك لدفع مقدمات حجز الوحدات السكنية في المشروع القومي للإسكان، والتي ستظهر نتيجة قرعة اختيار الفائزين بها بعد عام. آلاف المتقدمين لحجز 5000 وحدة سكنية بمحافظة 6 أكتوبر في المشروع الذي كان ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك سيتم فرزهم واختيار الفائزين من بينهم. والله أنا بقالي من حوالي يومين امبارح جيت، وكان الجو زحمة وكان حاجة فظيعة. والله أنا أول مرة أجي، بس جيت فوجئت بالعدد، وما فيش أماكن كويسة لانتظار الناس. الناس واقفة في الشمس زي ما حضرتك شايف، وفي ناس هنا بيقول لك احنا هنا من الفجر، في ناس بيقول لك انا بايت هنا من امبارح عشان يخش اول واحد. والله حرام الظلم، احنا انا جاي من الساعه 8 واقف لحد دلوقتي، وحرام وسايب شغل وسايب مستقبله وسايب عيالي وسايبهم في البيت قافل عليهم عشان اجي اقدم، ويقول لك 630 جنيه انا ومراتي بناخد 700 جنيه. يعني حتى يعني ما فيش ضمانات كويسه كويس حاجه، ما فيش راحه للجمهور. احنا واقفين دلوقتي المفروض ياخدوا مننا الورقه على طول ويطلع الشيك، لكن ياخد تطلع الشيك وبعد كده تقعد تبعت الورقه في البريد. انا بقالي ساعه جيت امبارح كانت زحمه موت، اول امبارح كانت زحمه موت، النهارده جيت لقيت قلت ممكن ادفع النهارده. وضع بنك الاسكان والتعمير شروط عده لحجز الوحدات السكنيه، من اهمها الا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما إلى 50 عاما، وألا يقل راتبهم عن 640 جنيه ولا يزيد عن 1500 جنيه للمتزوج. كريم الشيخ، 10 مساء.
بعد الفاصل نعود. عايز اقول لحضراتكم النهارده بنوعدكم بسهره ممتعه. النهارده هيكون معانا الفلاح والشاعر او الشاعر والفلاح، سميه ما شئت، امين الديب. تجربه مختلفه، مذاق خاص، كلام الفلاحين ولكن مسجوعا ومنظوما في أبيات شعرية زجلية، حالة مختلفة وممتعة للغاية. هتكون معانا النهاردة إن شاء الله في حلقتنا لآخر الأسبوع والحلقة قبل الأخيرة، يعني حلقة يوم السبت هتبقى هي حلقة خاصة لاستقبال رمضان، يعني معظمها هتبقى فقرات روحانية. فعليا النهاردة هي الحلقة الأخيرة تقريبا على الهواء. بعد الفاصل هنرجع تاني.